جنى، جنى تفضلي. يا الساعه جنى، السلام عليكم. ارفع صوتك. وعليك السلام. كيفك؟ ارفع صوتك يا جنى. نعم. انا سؤالي عن موضوع اليوم، سبحان الله، عن البر يعني شيء عن الوالدين. هي. اذا كان الاب يعني البنت ترسل فلوس لابوها، ايه البنت ترسل فلوس حق ابوها، ايه زين، وهي عرفت من بعد سنين انه هو يعني بيشرب الخمر. نعم. اللهم عافينا. وحكت معاه ووعدها انه ما يشرب، بس لا يعني تم يشرب الخمر، وكل ما هي تبعت له يعني تطرش له فلوس ما يعطي حق اولاده، ما يعمل شيء، هو عايش بروحه وبس يشرب خمر. بهالحاله هي تم ترسل له فلوس او لا؟ ترسل لابنائه. اوكي. والابن يعطيه. ترسل لابنائه والابن يعطيه بالاحسان. علمتي؟ اذا كان الاب مبذر وسفيها ويصرف مال أبنائه فيما حرم الله، تعطي لأبنائه والأخوك يصرف عليه، لكن لا تمنعي عنها الفلوس. علمتي؟ نعم.